نوع تاني من انواع العيش، بس هو في النص ما بين العيش وما بين الكيك، وده موجود في الوصفات العادية اللي مش جلوتين فري. خبز الذرة خالي من الجلوتين، بين قوسين ما يكونش عندنا حساسية ذرة. كوباية دقيق خالي من الجلوتين، كوباية دقيق ذرة أصفر، نص كوباية عسل أبيض، معلقة كبيرة بيكنج باودر، رشة ملح، 3/4 كوباية لبن، 6 معالق كبار زبدة، بيضتين، وللتقديم عسل وزبدة. سمع الناس وهي قاعدة في البيت، حد بيقول طب يا أميرة أنا ما بستخدمش العسل في نظامي الغذائي، استبدلوه بميبل سيرب. الميبل سيرب عبارة عن حاجة بنحلي بيها، ومادة للتحلية، وفي نفس الوقت جاية من شجرة، فهو نباتي صرف وما بيعملش أي حساسيات. فاللي عايز يستبدل العسل الأبيض بميبل سيرب ممكن. نفس الكلام يسري على العسل الأسود. طيب حد تاني بيقول لي الزبدة يا أميرة يبقى زبدة نباتي أو زيت جوز هند. مع الحلقات هنبتدي إحنا في البيت نحفظ على طول إحنا بنبدل بإيه. أميرة هنا في بيضتين وأنا ما بستخدمش بيض، لكل بيضة معلقة كبيرة من بذر الكتان مطحون ناعم جدا، قصاده 6 معالق من المية من الحنفية، أسيبهم ربع ساعة أستخدمهم بدل البيض. اللبن يا أميرة مية أو لبن جوز هند أو أي لبن نباتي. طيب الدقيق هنا ده خالي من الجلوتين، الدقيق الأبيض، وأنا ما عنديش دقيق خالي من الجلوتين، أعمل إيه؟ أحطه دقيق ذرة أصفر؟ آه ممكن، بس في الحالة دي لازم تلتزموا يا إما بالبيض يا إما ببذر الكتان المطحون، مش هيبقى أوبشن لأنه هيفرط منكم ومش هيمسك. هنخلط المقدار الجاف، دقيق خالي من الجلوتين، دقيق ذرة أصفر، بيكنج باودر، ملح يا فريدة، وهحط الزبدة تسيح على النار. فريدة يا فريدة يا فرفر يا فريدة، اتأخرنا عليها، احنا اسفين يا فريدة معلش. المقدار السائل، البيض او بذر الكتان والمية. انا براجع كتير معلش عشان الناس تحفظ معايا، عايزاهم في المرحلة دي يحفظوا معايا عشان بعد كده يبقى الامور اسهل. انزل عليه اللبن الحليب او اللبن النباتي او المية، واخد عليهم العسل الابيض او العسل الاسود او الميبل سيرب. مش عايزه الناس بس تزهق مني، بس انا بحاول. ايه انا هنا حطيت ايه؟ حطيت المقدار الجاف. هقفل، هشغل زبده سايحه مش قادحه، وبعدين المقدار السائل. وبعدين اجيب صينية اي شكل، انا في النسخة عملناها مربعة، انتوا عايزين تعملوها باي شكل مفيش مشكلة، باي سمك مفيش مشكلة. يبقى كده عيش